بتكلم على أزمات المنطقة ورؤية الدولة لاستراتيجية التعامل مع هذه الأزمات بمحددات زي ما احنا ذكرناها كده، انه عدم التدخل في شؤون هذه الدول، رفض اي تدخلات خارجية او اجندات من تملى على هذه الدول، الحل السياسي هو العنوان، ما فيش تدخل عسكري، كل هذه الامور. فلما نتكلم هنا وانقلك بقى نقلة ليها علاقة، يمكن بتابع على الشاشة دلوقتي لقاءات متنوعة ومهمة قام بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مختلف رؤساء وزعماء العالم ومع رؤساء كمان مفاوضات الأوروبية، المجلس الأوروبي، صندوق النقد وغيره وغيره وغيره، والرئيس التركي. لأن أنا لما بتكلم على ليبيا فجيب بالي برضو أنا لازم أتكلم على اللقاء والتصريحات في منتهى الإيجابية اللي سمعناها من أردوغان بعد لقائه مع الرئيس. يبقى أهمية اللقاءات اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي أجراها في قمة الـ20، إحنا بنتكلم عن لقاءات في غاية الأهمية. يعني لقاء المستشار الألماني كان لقاء مهم طبعا. مش اقتصادي بس ومش سياسي بس، ده فيه ملفات كتيرة خاصة بأمن واستقرار المنطقة العربية. لما بنتكلم عن دعم اقتصادي وبنتكلم عن دعم سياسي، نفس اللي حصل مع المفاوضات، رئيسة المفاوضات الأوروبية. صحيح. كان مصر بتنادي بأمور اقتصادية وأمور سياسية وأيضا أمور من شأنها أن تكون تنقل وجهة النظر المصرية إلى المفاوضات الأوروبية. أما متعلق في اللقاء التركي، يمكن بعض الباحثين اتكلموا عن أن رغبة مصر ورغبة تركيا في تصفير المشكلات في المنطقة. رغبة التركية من أجل أن تعود العلاقات مع مصر، رغبة مصر كان ليها برضو نفس القصة وعادت العلاقات، وبالتالي حينما تعود العلاقات لابد أن يتم تفعيل هذه العلاقات ببعض الأمور الاقتصادية، بعض الأمور والمناقشات والمداولات السياسية من أجل أمن واستقرار المنطقة. تمام. يمكن العلاقات المصرية التركية، ودي طبعا يمكن دي عنوان رسالة الماجستير بتاعي، لمصالح في ليبيا واحنا بنتكلم عليه. يمكن العلاقات المصرية التركية هتأثر على استقرار الوضع في شرق البحر المتوسط، جنوب شرق البحر المتوسط، وبالتالي القضايا اللي كانت ساخنة، بيسموها ساخنة أو في نوع من أنواع اختلاف في الرأي في سياسيا طبعا، الأمور دي كلها هتهدى، الأمور دي كلها هتتحل، عادت العلاقات، عاد السفراء، الأمور الاقتصادية، الأمور السياسية، مجتمعين على أن الشعبين في تاريخ في علاقات بين العلاقات المصرية التركية، وبالتالي الشعب التركي يحترم الشعب المصري والشعب المصري يحترم الشعب التركي. احنا حطينا نقاط عريضة من أجل تهيئة الأجواء لتحقيق تنمية، تحقيق تنمية شاملة، تنمية شاملة، تنمية صناعية، تنمية زراعية، تنمية لسنين طويلة، لخطة ما بنقعدناش بنتكلم 20-30، خلي بالك ما قعدناش بنتكلم عن خطة تنمية مصر بتعملها لست سنين لا قادمة، لا احنا بنتكلم عن مشروع مستقبل مصر، 1.5 مليون فدان هتزيد رقعة الأرض زراعية من أجل الزيادة السكانية. ويمكن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم في القصة دي، هنزيد رقعة الأرض الزراعية وبالتالي تخدم الأجيال القادمة ل 2050 و2064، الخطط معمولة لكده. يعني كل ده هدف الدولة المصرية من أجل، يمكن عشان بس نحط نقط على الحروف، التحركات، كافة التحركات الخارجية لمصر تهدف لخدمة المصالح المصرية في الداخل. وجود مصر في المحافل الدولية، في البريكس والاتحاد الأفريقي والجامعة الدول العربية وقمة الـ20 وكافة اللقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي احنا شفناها دي كلها، تخدم الداخل المصري، تخدم الداخل المصري اقتصاديا، لان طبعا كان يمكن اللقاء مع المستشار الألماني كان في بعض الأمور الاقتصادية، كل ده يخدم الداخل المصري.